الندوة كانت بحضور كيف شفتي وحضروا الجمهور قاعة عامرة، وهذا شيء صعيب في هذا التوقيت والطقس والعوامل كلها، ومع ذلك لأن مكناس كتبقى دائما مدينة مؤهلة بجميع المقاييس بهندستها وبالله أكبر وبجمهورها باش تكون فعلا مركز إشاعة ثقافي دائما، ماشي في المناسبات ومرة مرة نديروا شي تظاهرة ولا شي حاجة. كيف قلت في الندوة العيادة الثقافية فعلا عندنا عيادات في جميع الشوارع، انتم ديروا دورة، كاين عيادة الجهاز الهضمي التنفسي الودنين العينين، عندنا تخصصات اطباء تعالجوا الامراض، ولكن ما كايناش العيادة الثقافية اللي المهمة ديالها هي انها تعالج الناس من امراض نفسية، المسرح، امراض في الفكر، في السلوك. إذن هذه العيادة الثقافية مما يسمى بالمسارح الدور ديالها هي الترفيه، وتخرج الإنسان من ذاك الاكتئاب ومن ذاك النمط الحياة والجلس في القهاوي والفراغ والشعور بالدنيا. فالمسرح كيبني كيعيد كيطهر الخلايا ديال الإنسان وكيخليه يضحك ويبكي أحيانا إذا كان العمل درامي ومأساوي، وهذه كلها عوامل باش الانسان ما كيبقاش يدور في واحد الدوامه ديال العمل الدار شي حاجه هكذا، يعني كيولي الملل. فاخطر مرض كيعيشوا الان البشريه كلها هو الملل، وكل واحد يحاربه بطريقته. الكره خدات اكبر نسبه، كيمشيو الناس للملعب يبقاو يغوتوا وكذا وكذا، ولكن المسرح كيبقى عنده هذا الدور ديالو اللي ما غاديش حتى شي واحد غادي ينافسه فيه، لانه المسرح هو الحياه، هو الشعر والفلسفه وعلم الاجتماع وعلم كاع الصناعات كلها، النجاره، الحداده، الكهرباء، الخياطه، الصباغه، هو كل شيء. فبالمسرح نتعلم كيف نحيا في الحياه، بالمسرح نتعلم كيفاش انا مهما كان الدور ديالي اللي كندير، سواء كنت سائق تاكسي ولا كنت رجل امن ولا كنت طبيب ولا كنت خدام في مطعم كنقدم للزبناء خدمات، هذيك المسرح تيعطيني واحد الطاقه، تيعطيني واحد الادوات الاتقان ديال داك المجال اللي انا فيه. معلم، انا كنت صور معلم ما دارش مسرح ما غاديش درس ديالو كما ينبغي، برلماني كيوقف في البرلمان ما كيعرفش يطرح سؤال شفوي، كيزول لك الخجل وكيزول لك الارتباك وكيزول لك المسرح. ثم دابا كندعيو دائما المسرح تشاركي مع الجمهور، الجمهور ما يبقاش جالس كيتلقى بحال شي خنشه كتعمر وانت بداك الافكار ديالك، لا كتستفزو وكتنوح له مجموعه ديال الخيوط باش هو يخرج من السكونيه ديالو ويندمج معك في اللعبه ويشاركك الفرجه العامه، وكيولي هو طرف اساسي في هذا. وحنا ما ينقصنا الان في الحياه بصفه عامه ماشي غير في المسرح، هو ان بنادم ولا انطوائي على نفسه، عايش في الاسره، في الحي، في جميع. فاحنا تنديروا مجهود باش من خلال هذه التظاهرات بحال هكذا باش ننقذ ما يمكن انقاذه من هذه الظواهر وهذه السلبيات اللي شرط لها. فكان المديريه دارت مجهود ودارت هذه اللقاءات مع الروائيين، مع المسرحيين، مع الناس الملحون، مع مختلف المجالات. اذا هذا شيء خصو يكون دائم في مدينه بحال مكناس، ماشي مره في السنه. ندوه المسرح المغربي بين العرض والتلقي التي نظمت على هامش المعرض الجاوي للكتاب، وضمن فعاليات الندوات الفكريه والثقافيه سلطت الضوء على مجموعه من النقط، اهمها اولا جماليه التلقي كنظريه تهتم بالعلاقه التي تكون بين العمل الفني او الاثر الفني والمتلقي او الجمهور. ثم طرحت مساله الجمهور، جمهور المسرح المغربي،
هذا الجمهور كيف نتعامل معه؟ هل هناك جمهور؟ مسألة أداء التذكرة، مسألة المجانية، مسألة الوسائط التي من خلالها نقرب أو نبحث عن الجمهور. مسألة أخرى طرحت وهي مهمة من خلال تجارب بعض المستدخلين، هي تاريخ المسرح المغربي من خلال مساراته ومن خلال تقاطعه مع بعض الأشياء التي أو التجارب التي أثرت في هذا المسرح، وكيف كان التلفزة أو كقناة قنوات تلفزية دور في إنتاج أو الترويج للمسرح. أيضاً كانت أظن ثرية من خلال كذلك نقاش الجمهور وتساؤله وتفاعله مع تدخلات المحاضرين. هذه الندوة كانت بعنوان المسرح بين العرض والتلقي، معناه أن مكونات الندوة كانت تشتغل على ذلك الجسر الممتد ما بين الخشبة والجمهور. وهذا الموضوع هو بقدر ما هو موضوع يعني قديم ومتداول ومعتاد، فبقدر ما هو أيضا شائك ويحتاج إلى دراسات أكاد أقول سوسيولوجية، لأن الأمر يرتبط بالناس، بالشعب، بالجمهور، ليس فقط بالفنان العرض. يعني المتلقي هو الجمهور، والجمهور هو متعدد، متعدد بتعدد فئاته العمرية وفئاته الاجتماعية وأيضا بتعدد مستويات إدراكه للفعل الفني والإبداع المسرحي ولمستواه الثقافي أيضا. إذا هناك صعوبة تناول هذا الموضوع ديال جمالية التلقي بين العرض والجمهور. هذا هو بشكل عام هكذا، كل أستاذ تدخل في جزئين من الكل. فيما يخص التدخلات نتاع الأساتذة، حتى الظرف ربما لعب الدور ديالو، لأن بكل صراحة كل واحد فيهم خرج من واحد الركن معين، ولكن هذا راه ماشي افتراض، هذه وجهة نظر، ودائما النظرية كتبقى. إلا جينا نشوفوا النظر نتاع بروسكي ولا النظرية نتاع بيازي ولا بافت، سو سان با لي ميم، كل واحد كيتكلم من واحد الزاوية اللي هو كيف كنقولوا حنا مقيم فيها. ولكن انا اللي استنتج من سميتو ان ربما واحد كان كيكمل الاخر ولو ان كانت الصيغات مختلفه. اما المسرح هو مسرح حقيقه، مسرح له واحد المجموعه الفروع. انا لازلت اذكر في 73 تقدمت بطلب بحكم انني كنت قائد في الكشفيه، بس بغيت نعمل مسرح ديال الطفل. واحد المجموعه ديال الممثلين، لا داعي باش نذكر الاسم تاعهم، قال لي وحنا ما وجدناش مسرح الكبار على مستوى الكبار، انت بغيتي مسرح الطفل؟ قلت له غادي نحطوه في المهد ونطوندون جوسكي لا غيف دومان او بيان بخي دومان، سي سا. كنا كنبداو من الصفر وكندخلوا الواحد والاثنين وبها كنمشيو، هذا هو سميتو. اما الخلاصه وهو ان كان نوع من الحركه في مكناس، بغينا ترجع ديك الأنشطة المسرحية اللي كانت متعددة ومكتردة. كنا كنبغيو نقدموا واحد العرض وكنلقاو القاعة عامرة الأسبوع كامل. هاد السنوات أقبر كل شيء، لماذا؟ هذا سؤال. أما هي حيت يوقع الخلل، راه حتى واحد فينا ما يمسحها في الآخر، راه كنكونوا مسؤولين كاملين، وحيت نستغلوا كاملين كتكون العطاء وكيكون المردودية وكتكون الفرصة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.